السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نندلي أنا سموليت لمقام راستك قرار نا سموليت لقرآن لترتيل كويونيشا مقام راستي كتك وسماجي وكترتيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم.